مدينة مسكين، مدير مركز الأقسام التحضيرية محمد رضا السلاوي. في الحق يعجز الإنسان عن التعبير أو لا في هذه الواقعة أو في هذه الفاجعة هذه التي حدثت بالمركز، واللي بطبيعة الحال صدمتنا وصعقتنا، خصوصا أن الفقيدة كانت تلميذة منضبطة مجتهدة وتلميذة ديال شعبة الرياضيات في السنة الثانية في القسم الرابع امبيكاطا. وطبعا بمجرد ما تم إخباري بالفاجعة دخلت إلى عين المكان وأخبرت في الحين السيدين المدير الأكاديمية والمدير الإقليمي، ثم تم استدعاء الشرطة والضابطة القضائية والوقاية المدنية وكذلك السلطة المحلية التي حضرت، ثم حضر بعدها لجنة من المديرية الإقليمية وكذلك طبيبة الأكاديمية التي عينت الفقيدة. من الصعب على الإنسان التعبير عن 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 أسفه وعن المأساة التي يشعر به بفقدان تلميذة مجتهدة ومجدة، ونطلب من العلي القدير أن يتقبلها وأن يشملها بمغفرته ورضوانه. أستاذ الرياضيات الذي درست لديه هذا اليوم إلى حدود الساعة 12 إلى حدود آخر دقيقة من حصته ولم يسجل أي شيء غير سوي أو غير واضح أو كذا كذا، على أي مأساتنا تتضاعف لأنه نفقد إحدى التلميذات النجيبات. وبالمناسبة الأليمة جدا والمؤسفة أتقدم بتعازي الحارة نيابة عن جميع مكونات المركز